بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. الله يبارك للجميع بشهر ان شاء الله. ومثل ما انت تشوف يعني الدوره بصراحه يعني احنا اهل المنطقه شهادتنا مجروحه فيها، تمام. ما شاء الله تلم شباب ولاعبين والالتفافه جميله يعني في الدورات، خاصه في هذا الشهر. يعني هي دوره كرويه تجمع الشباب، تجمع ما قصر اخوي بدر والقائمين على الدورة، ألف ألف شكر. وإن شاء الله إن نشوف منهم الأكثر، ونطمعين ونطمح للدورات أو دورات غير سبورتيار. نبي المنطقة كلها تحتفي بال أو الخطوة اللي قاموا فيها الشباب. إن شاء الله إن الشباب عندنا كوادر ما شاء الله، ويا رب إنه إن شاء الله إنه يوفقهم ويسهل عليهم إن شاء الله. بصراحة خامات اللاعبين هذا رقم واحد، خامات اللاعبين ما شاء الله يعني فيها لعبة أندية صحيح، أوكي. التغطية الإعلامية ما شاء الله تبارك الله. الحضور الجماهيري يعني والله مو مجاملة، فبطولة متكاملة للأمانة. اللي تحتاج البطولة للأمانة هي الدعم من شركات المنطقة. أنا أشوف الدعم ورقم واحد هو اللي بينجح البطولة أكثر ما هي ناجحة. هذا أنا أشوفه بوجهة نظر، يعني ممكن صح وممكن غلط. هذا الدورات الرمضانية أو المناطق الأحياء على قولتهم يعني، أو ملاعب الأحياء كان أول فيها يعني الفوكس عليها أو الأنظار متجهة إلى الملاعب الترابية أو الأحياء خلينا نقول. بس الآن ما شاء الله في أكاديميات فيه، وعلى سؤالك انه ممكن نطلع لاعبين، ممكن ممكن، لان ما شاء الله دوره مثل او البطوله مثل بطوله السبورتيار بصراحه انا اشوف انه كفيل انه يطلع نجوم، كفيل تطلع نجوم. وما اتوقع انه في فريق يعني ضعيف راح يدخل بطوله مثل البطوله هذه. كلمه اخيره، ألف شكر، ألف شكر على القائمين على البطولة هذه الرمضانية، وإن شاء الله يا رب من حسن إلى أحسن، والله يوفقهم جميعا إن شاء الله.